سعداء لإقامة هذا المشروع للسنة الخامسة على التوالي، ونشكر الحقيقة شريكنا الاستراتيجي شركة تمكين على الدعم السخي، ونشكر الإخوان في جريدة الأيام أيضا للتغطية المميزة. نشوف معانا السنة أفضل المشاريع اللي اشتركت معانا العام الماضي، مشتركين طول السنة طول الموسم، وهذه كانت بادرة جديدة نحاول نحفز فيها المشاريع الجديدة الصغيرة والمتنامية أنها هي تكون متميزة السنة القادمة تشارك طول الموسم بإذن الله تعالى. طبعا ندعو الجميع لزيارة السوق والمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هذه هي البسطة وببساطتها توصل رسالة.